على أساس المقابلة اللي عملها الوزير باسيل مع نداء الوطن، بيقول فيها نحن لسنا حلفاء مع الحزب. بيكتب الدكتور غسان جرمان وس ارتيك، بيقول فيه انه هيدا عنوان للخيانة والطعن. بذكر انه باخر انتخابات اسقطوا كل حلفائهم تيأمنوا له كتلة وازنة من وقام وهاب لأرسلان الفزلي حلفائهم بعكار، وتركوا الخازن وفرنجية يواجهوا مصيرهم بالشمال. اعطوه تلت مجلس الوزراء لمدة 15 سنة مع وزارات سيادية وأساسية، أوصلوا له عمل رئاسي مع تعيينات قضائية والأمنية مع آلاف التوظيفات إلى آخره. تركوا له أكبر التلزيمات اللي عمل منها ثروة، بلشت مع جهاز بناء اللي أهدوا فيها عشرات المباني بالضاحية، وآخر شيء ما بتنتهي مع السدود والكهرباء. أهم شيء حموه بكل قواهم من ثورة 17 تشرين اللي كانت هي من أولها لآخرها رح تطيح فيه، وطاحت فيه آخر شيء. يعني إن كان حماية الحزب ولا ما حماية، ثورة 17 تشرين هي اللي طاحت فيك. وبالآخر الدكتور جرمينوس بنهيها بمقولة الإمام علي: إذا أكرمت الكريمة ملكته وإن أكرمت لئيمة تمرد. بدي زيد عليك يا دكتور غسان إنه هيدا الشيء ما نجيد على جبران باسيل، هيدي النكران وقلة البقوة وقلة الجميلة هيدا ما نوش جديد، ما ببداياته السياسية ما كان حدا سمع فيه. هون اللي سوق له بالمنطقة واللي أهداه جمهوره هو سلمان فرنجية، كل ما يجي حدا يطلب خدمة من سلمان فرنجية يقول له روح عن جبران، عشان تا جبران يخدمه ويصير هالزلمة ولاءه لجبران. سلمان فرنجية أهدي كل شعبيته لجبران باسيل بمنطقة البترون تأسس له أرضية شعبية اللي ما كان عنده إياها، اللي كان يفتقد له، وبأول فرصة انقض عليه جبران وعملت له وقتها المقولة الشهيرة: أنا يا جبران يا ناكر، ذاكر أو مش ذاكر يا جبران يا ناكر. ورجع بعدين نكر اتفاق مع راب، ورجع بعدين نكر اتفاقه مع سعد الحريري، وآخر شيء هلا عم ينكر حلفه مع حزب. هلا انا هيدا الشيء ما بيزعجني، انا هيدا الشيء بيطمني، لانه هيدا بياكد على استمرار بصير توجهه ومساره نحو نهايه حياته السياسيه اللي ما بلشت اصلا، هي كلها تكمله ما كملت لزعامه ميشيل عون. وقت اللي جبران بيعلن انه هو ما انه حليف مع الحزب بكون عم يقدم حاله نهائيا، لانه ما في محل للتيار الوطني الحر اما للعونية السياسية خارج تحالفها مع الحزب وخارج هيدا المحور اللي عم ينكره جبران. ما لك محل جبران انت بمخاصمة الحزب، يعني ما بيترك لك محل سمير جعجع، يعني على شيء تعطى نحسبها. سمير جعجع مكفى وموفى، يعني سمير جميل فش سعيد ميشيل معوض، بكل مناطق في ناس ضد الحزب، ما لك محل انت ولا هتاخد صوت منهم هول. يعني مش هيجي اليوم ابن المثل اللي هو بيصوت الكتائب بيقول والله يا عمي والله جبران بيصير صار ضد الحزب هيك صوت له، ما رح تقدر تاخد كتائب ولا صوت. ولا هيجي اليوم مثلا ابن كور هون بالبترون القواجي يقول والله جبران صار ضد الحزب، والله هذا الزلمه شيخ الشباب، هيك لنبطل ننتخب القوات وننتخب جبران باسيل. ما رح تصير. ولا فارس سعد حيهديك صوت من اصواته بجبال، ولا ميشيل بيك بصغارتك. انت يا معتر فوق الخساره خساره. المحل الصحيح لابن التيار الوطني الحر هو مثل ما انه عامل سيمو ابي رميا، مثل ما انه عامل الاء عون، مثل ما انه عامل ابراهيم كنعان، مثل ما حيعمل اكيد سليم عون. اذا ما عمل هيك سليم عون مصيره لاحق مصيرك. اذا خسر الحزب الحرب ولا اذا كان رح يربح الحزب الحرب، ما رح يجيك شيء من نكرانك لتحالفك مع الحزب الا الخساره. اذا انتهى حزب عسكريا ولا بقى عسكريا، فكره المقاومه بجنوب وبالبقاع وعند الشيعه ما رح تروح. استشهاد السيد نصر الله سيد المقاومه ما رح يروح هيك. ما رح يهدوا حدا الشيعة استشهاد السيد هيك على طبق من فضة. وكل اللي عم يحلموا انه يلا الحزب انتهى ما رح يطفوا شيء، الشيعة ما رح يموتوا كلهم، وفكرة المقاومة ما رح تموت بجنوب، رح تضل الناس تكره اسرائيل ولا بل رح تصير تكرههم اكثر. وهيدي قصة الاسناد اللي انت عم تنتقدوا عليها للحزب، عم تنتقدوا للسيد من بعد ما استشهد يا عيب الشوم عليك، عم تنتقدوا على الاسناد اللي كلفوا حياته. هيدا خيار محطم عليه للزلمه، ما كان رح يقدر يعمل غير هيك، لانه ان مشي بالاسناد ولا ما مشي بالاسناد، ما اللي بيكرهوا الحزب اللي بيقعدوا الحزب ما كان عجبهم. نفس الناس اللي عم بيقولوا خطا الحزب انه مشي بجبهه الاسناد، ما انتوا زادكم عم تقولوا له كنتوا باول الحرب، شو وين اللي بده يسند فلسطين وين بده يسند غزه؟ شو ما عمل السيد كنتوا حتنتقدوا لو ضولكم العشرة، لو علقلكم صور زعمائكم بدل صور الشهداء. فيا مستر باسيل يلي مفكر حالك انت انه عم تحجز موقع بين السلخين اللي من البقره وقعت، بدي اقول لك انه البقره ما وقعت، البقره كثير كبيره. البقره هي شعب، ان شاء الله بينتهي الحزب كله سوا وكل قياداته وكل المجاهدين، وما هي البيئه بيئه مقاومه، واخر شيء رح يروحوا على الصناديق او مش رايحين على الحرب. بالصناديق حيحطوا اللي بقلبهم بفكرهم، حيحطوا اراده السيد اللي حرق لهم قلبهم، اللي فرقهم، اللي اهداهم حياته يا زكي. والقيمين على الفكر المقاوم اللي رح يبقوا، رح يعيشوا، رح يكفوا،
رح يكونوا بانتظارك، رح يكونوا لك بالمرصاد.